انتهى مجلس الشيوخ من مناقشة 77 مادة من إجمالي 95 مادة من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الرياضة، على أن يستكمل باقي المواد غدا الاثنين. خلال جلسته صدق المجلس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على مضابط عدد من الجلسات عقب عدم إبداء أي من الأعضاء ملاحظات عليها. جلسة جديدة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق استكمل خلالها مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله. المجلس واصل خلال جلسته مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة بعد أن وافق عليه المجلس مبدئيا خلال جلساته السابقة، حيث تقدم عدد من النواب بمقترحاتهم. بالنسبة للمادة 19 هي خاصة بكيفية إدارة الهيئة الرياضية في حالة إسقاط عضوية كل أعضاء مجلس الإدارة. الحقيقة مشروع الحكومة ارتأى أن المدير التنفيذي هو اللي يقوم بتسيير الأمور بشكل عام، بينما اللجنة ارتضت تشكيل لجنة. الحقيقة أن أنا بؤيد رأي اللجنة، ولكن أقترح إضافة عضو قانوني لهذا التشكيل. في تعديل بسيط بس هنا، إن قرار تسمية مجلس التحكيم الرياضي يصدر من اللجنة الأولمبية. إحنا بنطلب التعديل ونقول إن هو يصدر من دولة رئيس مجلس الوزراء المصري. كما أكد عدد من النواب على ضرورة أن تعمل تعديلات مشروع القانون على تطبيق المعايير المعتمدة في إجراءات الأمن والسلامة والخدمات الخاصة بالمنشآت الرياضية لضمان ممارسة الرياضة بشكل أفضل. ما أريد أن أضيفه أن تكون الصيغة التالية: يتولى الاتحاد المصري للرياضة المدرسية جميع الأنشطة الرياضية في المدارس والمعاهد وغيرها من المؤسسات التعليمية في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي وفقا للنظام الذي يصدر باعتماده قرار من الوزير المختص بعد التنسيق مع الوزير المختص بالتربية والتعليم. هذا وانتهى المجلس من مناقشة 77 مادة من إجمالي 95 مادة من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الرياضة، على أن تستكمل مناقشة باقي المواد خلال الجلسة القادمة.